السلام عليكم، وياكم حسين من قناة كيلو جيمز. مثل ما عودتكم شباب، يومية فيديو جديد. فيديو اليوم راح نتكلم به عن أهم التفاصيل اللي نزلت بالتحديث. راح نشرح شنو اللي تغير باللعبة وشنو اللي إجا بالتحديث. أول شي صار يا شباب، أكيد كلكم تريد تعرفون الباتل باس. باتل باس مثل ما تعرفون سعره 10 دولار، وشنو الشغلات اللي نزلت بالباتل باس واضحة أمامكم بالصورة. شخصية أليكس نزلت، شخصية قديمة من الأجزاء السابقة للمودرن وورفير، بعدها سكنات على الشخصيات الموجودة العملاء بداخل اللعبة. راح نستعرضها استعراض سريع. مثل ما تشوفون قدامكم الأوبريتورز، هاي السكنات اللي نزلت على الشخصيات، وسكنات أيضا نزلت على الأسلحة. كل هذا تقدر تشتريه ب10 دولار فقط إذا شحنت السيزن باس. طبعا أكيد مثل ما تعرفون السيارات نزل لها سكنات وتقدر تأخذها عن طريق السيزن باس فقط. مثل ما نستعرض قدامكم اكو ساعات اكو سكنات كلش حلوة نزلت بالتحديث. هذا استعراض سريع راح نشوفه للشخصيات اللي نزلت والسكنات اللي موجودة على اللعبة. احب اوضح شباب انه اللعبة نزلت سلاحين جدد، وهم سلاح الاس كي اس اللي متداول ببجي، وانتو اكيد لاعبين ببجي فتعرفون سلاح الاس كي اس اللي هو يعتبر من فئة الماركسمان رايفلز اللي هو موجود. بس شغلة ما حلوة، طبعا قبل ان نتكلم عن الشغلة المحلوة نزل ايضا مسدس الرينيتي. الشغلة المحلوة يا شبابنا انه السلاح هذا ما تقدر تاخذه الا تشتري السيزن باس. مثل ما واضح قدامكم فري ويبن، بس ما تقدر تاخذه الا تشتري السيزن باس. وهاي احب اعلق عليها اقول انه شركة كول اوف ديوتي بكل اجزائها عودتنا على شيء اسمه باي تو وين، وهو شيء صراحة ما حلو. يعني انا دائما انتقد الشركه، وكل الوعي بعتقد راح ينتقدون الشركه بهاي الشغله. يعني لازم اشتري سيزن باس حتى اخذ هذا السلاح، وهاي شغله ما حلوه. المهم شباب، هذا عن سيزن باس. شنو اللي تغير بداخل اللعبه؟ تغير مثل ما تشوفون باتل رويال سكواد، صار السكواد من 4 لواعيب وليس 3 لواعيب. وطبعا ما راح تقدر تنزل 3 يعني مثل قبل، لا، صار الخيار الوحيد هو 4 ضد 4. طبعا هذا الشيء راح يخلي الفايتات شويه تكون صعبه، فانتبه وخلي لعبكم بتركيز اكثر. بنهايه بالفيديو راح تكون لقطات، وبهاي اللقطات راح نتداول ونشوفكم شنو اللي تغير باللعبه. اللي تغير اللود اوت، صار سعره 10000، وهذا سعر معقول بالنسبه لاربع لواعيب. وايضا تغير انه صارت الاسلحه متوفره بصوره مو طبيعيه بالماب، حتى يكون شيء اسمه بالانس، مثلا نقول اكو تساوي بالفايتات. يعني مو مثلا انت طلع لك مسدس وقدامك طلع لك سلاح، لا، صارت الصناديق بنسبة 90% تلقى بيها سلاح قوي ليجندري، القدامك هم عنده سلاح، فصار حتى اللادات مو مهم بذاك الشكل يعني المطلوب، انما تحتاجه حتى تكون عندك الجوست حتى لا تنشاف بالمنظار الحراري او بالرادار. فان شاء الله راح تشوفون المقاطع وراح تعرفون كل شيء تغير عن اللعبه. طبعا بالمالتي بلاير اكيد ضافوا ما بين جدد، انصحكم تجربوهم كلش حلوات، بس احنا اختصاصنا عن الباتل رويال مثل ما عودتكم. كملوا المقطع للاخير راح تشوفون التغيرات اللي صارت بالباتل رويال. هذا اهم الشغلات اللي تغيرت بالتحديث، وان شاء الله ينال اعجابكم هذا المقطع. وإذا نال إعجابكم مثل كل عادة لا تنسونا بزر اللايك والاشتراك وشياراتكم يا طيبين. في أمان الله، كانوا ياكم كيل، وألقاكم بمقطع جديد إن شاء الله. أوكي، هذا جديد، هاي شغلة جديدة. أول ما فتحت الصندوق اعطاني أي كي. لا حاطين أم فور بدال الأم 3. إيه حاطين سلاح الأوجن بيجا. واو، سلاح الأودن، واو قوي سلاح الأودن، واو اسلحة ليجندري حاطين. كوني بالرأي بالبث، احس اللعبة مو مال 4 لواعيب، هي احسن 4 لواعيب انه يعني هاي شنو هاي؟ موس، هاي مو سلاح، هاي موس، مو سلاح. هاي شنو السلاح؟ وات؟ انا في الحكي ما له داعي. ما موجود. لا
friendly recon's online. نازل بحافة الماب. ما يحتاج. ابشر تلب. خلينا نشوف هذا الصندوق صراحة طينا. وات؟ ضايفين الريوت شيلد. ضايفين الشيلد بالصناديق. سير فور فايف. طبعا مثل ما تشوفون اللادا صار 10,000 باوع. ليجندري. سكوبين هذا ساديله يعني باوع. والله كفو. Enemy down. You'll survive. I got you. هذا الجيم جيم اكيرو. علي 9 بولتس. ما عندك اكثر. قلت له علي فنشه. فنشه سيرفر 5. يشوفون العالم هيكون ولا لا؟ ها قدامك قدامك هذا داون واحد هنا علي لا انت نزلت بعيد تستاهلها لا علي شباب نزلنا ترى قسم جي متى تعال هذا السلاح يا ولد ثلثة جوايا ثاني داون فينيش سنابر سنابر وراك هذا السلاح ليش والله وينهم؟ هسه جيك احمد حنزل جوا بالقبر وات؟ ها؟ شنو هاي؟ ها واحد بالباي ستيشن اثنين داون صعبة بقى بس واحد داون اوكي اثنين واحد منتك منتك تجيب تفنش دنجر امشي با حوصل يم الباب تمام انا اخذ يسرى دنجر تتبع لي قدام احمد يمنا تمام ثلاثة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هو يمنا يمنا واحد وراك واحد فوقاتهم بعطيش مرض عمي سد الباب لا 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 يا امك
قاعدة قاعدة. بديت عكوا إذا بسفر. اسرد 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 خرب الخطة. سيارة داون. وين السيارة؟ وراكم داون كيم داون. وقع نوك الفور. الجو الدمج هذا واحد وقع نوك؟ يا اوكي. That's how we do it. واحد منا. انا على الوادية. وانا؟ ضربته ضربته على الوادية هم. انا خصيادة. باكي ما فيني شنو. هاي كيفكم شباب؟ ابو 30 ها شنو؟